شخصا ودي رسالي مخطوطة بدم الشريط الغالي. تنده يا عرب وين الرجال يحموا أقصانا مع فلسطين. Thank you.
الحركات، فهم يشعرون بالزهر والافتخار بأنهم حققوا شيئا ما لقضية فلسطين، فإنه يجب علينا أن نرجع إلى ديارنا ونحن نستغفر الله، شاعرين بالتقصير والتفريط في حق أمة رسول الله وفي حق بيت المقدس. ماذا تكون الوقفات؟ وماذا تكون المسيرات؟ وماذا تكون الاحتجاجات؟ وأحبابنا في الله في أرض فلسطين ولبنان والعراق يذبحون، يقتلون، مشردون، تمطرهم السماء، تمطرهم السماء والأرض بكل أنواع الدمار والخراب، وهم صابرون محتسبون. فالموقف الأقدر منا أن نكون هناك، لا هنا، أن نكون هناك مع إخواننا لنشاركهم آلامهم، لنقف إلى جانبهم صفا واحدا مقابل أعداء الله سبحانه وتعالى عز وجل. ولكن ما الحيرة والحيرة؟ البيان التضامني لجماعة العدل والإحسان مع الشعبين الفلسطيني واللبناني. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله قاسم الجبارين ناصر وفي أصحابه الفاهد ومع مجاهدين ومع حكومة المنتخبة ومع معتقلين من النساء والأطفال والرجال، وتندد في التواطع الأمريكي الغربي المصدوم مع العصابات الصهيونية المغتصبة لأراضي فلسطين وحلفائها في الشرق والغرب، كما تندد جماعة العدل والإحسان في الغيبوبة الطويلة للأنظمة العربية، أنظمة الجبر عما يحدث في أرض الإسراء والمعراج، وتطالب جماهير الأمة بأن تقدم ما استطاعت من الدعم المادي والمعنوي للشعب الفلسطيني الجريح وشعب لبنان، كما لا يفوتها أن تندد بكل الاعتداءات التي تتعرض لها بلاد الإسلام في الشرق والغرب في العراق ولبنان، وتحيي المقاومة الباسلة ضد الاحتلال في كل مكان، في كل مكان. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. يا سكان مدينة وجدة، هذا كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. في طول الأقصى الدم يطفالي على عهد الوفا والوفا غالي، ما دمت حول جنود وأبطالي ما يدوسوا أرضي هالمجرمين، من ساحل أقصى نودي رسالي مخطوطة بدم الشهيد الغالي، تنده يا عرب وين الرجالي يحموا أقصانا مع فلسطين.